أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي طبعا يعني من المعلوم أن الحديث الليلة سيكون مشغولا بليلة القدر لأن القلوب والعقول هذه الليلة مشغولة بليلة القدر وإن كان ينبغي على المسلم كما قلنا أن يكون مشغولا بليلة القدر من بداية العشر أواخر وإن لم يكن مشغولا في العشر ففي الأوتار منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا عبد الله بن مسعود عشان الناس ما تتكلش كانوا لما يسألوه عن ليلة القدر يقول من يقوم الحول يدركها اللي حيقوم السنة كلها حيقابل ليلة القدر خاف قال يعني أن يتكل الناس وده الحاصل الآن إن احنا حنتكلم عن ليلة القدر لكن حبينا نقول لكم كل سنة طيبين وإن شاء الله يا رب تكون هي الليلة المباركة اللهم أمين رب العالمين وأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا فيها صالح العمل القول والعمل وأن يعني كما نرجوه ونتوسل إليه ما أنزل من خير في هذه الليلة المباركة أن يجعل لنا منه أوفر نصيب وأكبر قدر اللهم أمين رب العالمين من المغفرة والرحمة والهداية والعتق من النيران وكل ما يرجوه المسلم ويؤمنه للآخرة وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا يعني مش رافضين الدنيا لا احنا عاوزين دنيا برضو يعني بس تكون دنيا فين دنيا في أيدينا مش ساكنة في قلوبنا دنيا في أيدينا نقول بها هكذا وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وذات الشمال لأنها مش ساكنة في القلب فهينا على المسلم إنما لما تسكن القلب ونعوذ بالله تعالى من ذلك يبقى المسلم عبد لها خلاص إذا سكنت القلب استعبدت العبد أما هي في الإيد ما فيش مانع حلو أو تبقى مليونير كبير تبقى ملياردير حتى وماله اللهم هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الفقر إنما قال اللهم إني أسألك غناية وغنى موالية اللهم صل عليه وربنا امتن عليه بالغنى ولم يمتن عليه بالفقر سورة الضحى قال له ايه وجدك عائلا فأغنى طبعا مشايخنا بالذات اهل الصوفة عملوا مقارنة بين الفقر والغنى وطبعا هم رجحوا الفقر لانه حال الزهاد يحب الفقر لكن الترجيح بالنسبة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان الترجيح الراجح هو الغنى مع الزهادة نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ذلك اللهم امين هنقعد مع بعض ونتكلم السهران معانا هنتكلم عن ليلة القدر وخيراتها وبركاتها سائلين مولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها اللهم أمين رب العالمين السلام عليكم just a very short talk regarding what's in all of us mind which is a night of power as tonight is the night of the 27th of the month and we all been looking forward, inshallah, and pray, hoping and praying to meet that night of power. Abdullah ibn Mas'ud, when they ask him specifically about when is the night of power and what kind of guarantees that will assure that you meet it, he said, whoever worship Allah subhanahu wa ta'ala at night through the year or all the year, will never miss the night of power. He was actually worrying that people will get very relaxed and laid back
and they will restrict only their worship to a certain night or a certain time. But he wanted, if you do it through the whole year, you will be sure that you meet the night of power and meet all the blessing that it comes with it. May Allah accept all the, our deeds and make a share for us from all for all the blessings and bounties and the forgiveness that transpire on the night of power. We always hope and pray to keep our focus and to keep our hard work on the hereafter and seeking the hereafter and to make this life more in our hand, not in our heart, seeking, inshallah, the most important and the most lasting, which is the hereafter. The Prophet Muhammad, peace be upon him, seeked riches. He seeked riches and he asked, supplicated for riches with worship, with piety, with humility. So it's always good to seek your share of this earthly life, but to put the main focus, inshallah, on the last thing the hereafter. And tonight will be a long night, inshallah, for all of us to celebrate the most probable night for the night of power. And we will be talking about it, inshallah. Assalamu alaikum.